Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we'll do a general English test for third year secondary English from Jim uh, Booklet. So let's share the screen and do that together. Okay. Uh, this part of the test features reading and uh, translation. Let's do the reading together. Lotfiya Nedi was born in Cairo in 1907 to a government official father and a devoted mother. يعني لطفيا النادي ولدت في القاهرة سنة 1907 يعني أوائل القرن العشرين كان والدها موظف حكومي ووالدتها devoted mother يعني عايز يقول housewife. Okay? Uh, ربة منزل. Her uh, magnificent achievements have opened doors for female pilots throughout the entire Arab world. يعني uh, إنجازاتها العظيمة فتحت الباب ل Uh, الطيارين uh, من الطيارين الإناث يعني الإناث اللي عايزين يشتغلوا uh, في مهنة الطيران في العالم العربي no longer uh, after it opened لطفيا النادي decided to join the Cairo Aviation School in order to learn to fly بعد ما فتحت بحاجة بسيطة لطفيا النادي قررت تنضم أو uh, تدخل uh, مدرسة القاهرة للطيران عشان تتعلم الطيران her instructor realized she had great potential and after less than 70 days of training she earned her pilot's license uh, المعلم بتاعها في المدرسة uh, يعني عارف ان عندها بوتنشال يعني uh, مقدرة uh, كاملة ان هي تبقى uh, في مجال الطيران يعني وبعد 70 يوم فقط من التدريب حصلت على اللايسنس او الرخصة إنها تصبح في مجال الطيران. Uh, okay. Consequently, from September 1933, at the age of 26, she was officially allowed to pursue her dream of flying. يعني لما كان عندها 26 سنة، سمح لها رسميا إن هي تحقق الحلم بتاعها في الطيران, uh, she, uh, which she claimed made her feel free. والموضوع ده خلاها تشعر ان هي حرة بالحرية يعني الطيران بيخليك تشعر ان انت حر من غير قيود والاشياء الموجودة على الارض. Uh, if becoming the first Arab female pilot in history uh, uh, was not enough لطفية نادي made newspaper headlines again only a few months after getting her license يعني مش بس اصبحت اول عربية في مجال الطيران اللي هي بتطير يعني بتقدر تقود طائرة لكن أيضا عملت إنجاز آخر في يعني بعد شهور قليلة من حصولها على اللايسنس أو رخصة الطيران she became the second woman in the world to fly solo when she entered a race from Cairo to Alexandria جاء يعني جاء ترتيبها الثاني في السباق طيران من القاهرة لإسكندرية أه يعني طيران منفرد سولو يعني منفرد ما كانش معاها حد يعني they كو pilot أو آآ آآ طيار مساعد أو غير أوكي okay. Lutfiya's determination to achieve her dream is something many pilots admire today. كان عندها إصرار غريب على تحقيق حلمها وده شيء الطيارين اللي عندهم يعني في مجال الطيران بيقدروا هذا الشيء يكون عندك determination او اصرار. Uh, her struggle to overcome the difficulties such as paying for her flying lessons by working at the airport as a receptionist وكان قابلتها بعض العقبات عشان مثلا توفير المقابل بتاع دروس الطيران فاشتغلت في الريسبشن في المطار عشان توفر الأموال لكي تدرس الطيران يعني is part of a documentary about her life called take off from the sand. ده جزء من documentary يعني فيلم وثائقي عن في النادي وبيقول إن بيحكي فيه عن لطفية وحياتها واسم هذا الفيلم الوثائقي taking off from the sand يعني الإقلاع من الرمال. Uh, made in 1996 الفيلم ده الوثائقي ده تم عمله سنه 96 في القرن العشرين لطفيا نادي um, uh, died at the age of 92 uh, for, sorry of 95 in 2002 uh, ماتت عن عمر ناهز 95 سنه سنه 2002 but her life story will continue to inspire other Arab women to accomplish their goals لكن قصتها بتلهم العربيات من النساء ان هي يحققن احلامهن او اهدافهن طيب نشوف بقى الاسئله اللي على هذا الجزء من الريدينغ طيب الجزء اللي هو من اول 23 بيقول uh, this text talks uh, about بيتكلم على ايه؟ اللي هو the inspirational determination of one woman اللي هو سي يعني اصرار uh, امراه اللي هي لطفيه وازاي ان ده بقى inspiration او بيعمل الهام لغيرها من النساء عشان تصبح uh, في مجال الطيران يعني. طيب السؤال 24 the sentence which best summarizes the final paragraph is لو عايزين نلخص البراجراف او الفقره الاخيره في جمله ممكن نقول ايه اللي هي دي even though this woman is no longer alive we can still learn a lot from her رغم ان لطفيه لم تعد على قيد الحياه لكن ما زلنا نتعلم منها الكثير لما بتقرا عن اصرارها وعن ان هي ازاي كانت مصره ان هي تبقى في مجال الطيران والى اخره يبقى دي الاجابه الصحيحه طيب شوف السؤال 25 لطفيا النادي's achievements الإنجازات بتاعة لطفية النادي يبقى A helped other uh, Arab women to become pilots ساعدت النساء العربيات الأخريات إن هم يصبحوا في مجال الـ الطيران. طيب uh, so يبقى إذا A الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 26. Uh, لطفيا earned her pilot's license يبقى before she was 30 years old لأن قال في النص الإرنام شوية كان عندها 26 years old كان عندها 26 سنة يبقى الإجابة C قبل بلغها سنة 30 كان عندها رخصة الطيران طيب يبقى C السؤال 27 لطفية النادي made the headlines يعني اتكلموا عنها في المنشطات الرئيسية امتى for flying alone in a race اللي هي B لان هي طارت بمفردها زي ما قلنا كان مسابقه ما بين في الطيران من Alexandria تو كايرو وكان قال في في النص الارناء فلاينج سولو يعني الون يعني بمفردها ما كانش معاها طيار مساعد او غيره يبقى اذا بي فور فلاينج الون ان اي ريس تمام يبقى بي الاجابه الصحيحه كده خلصنا قطعه الريدنج الاولى نقرا مع بعض قطعه الريدنج الثانيه وبعدين نشوف الاسئله اللي عليه Archaeologists working at the ancient site of Thonis Her Heraklian have made a remarkable new discovery. علماء الآثار اللي شغالين في موقع بتاع Thonis Heraklion عملوا اكتشاف مهم وجديد. They have found baskets filled with fruit dating back to the 4th century BC. وجدوا سلة موجود فيها أو سلال موجود فيها بعض الفواكه اللي ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد. Before the city disappeared under the sea in the second century BC قبل ما تختفي المدينة اللي هي تونس هيراكليون كانت مدينة ساحلية قبل ما تغمرها المياه وتختفي في القرن الثاني قبل الميلاد hundreds of ships had been visiting every day كان في مئات السفن بتيجي وتزور هذا الميناء كل يوم and it was Egypt's largest port كان أكبر ميناء في مصر on the Mediterranean على البحر المتوسط the city had been forgotten until it was explored by a French archaeologist <applause> تم نسيان هذا الميناء القديم وبعدين يعني تم الحديث عنه مرة تانية لما كان بيتم استكشافه عن طريق العالم الأنصار الفرنسي Uh, Frank Godio in the year 2000 CE, يعني سنة 2000 بعد الميلاد. طيب، although archaeologists had raised many large statues and metal objects from the sea at Tunis Heracleion uh, before this, Godio said that he thought the discovery of the basket was incredible. بالرغم انهم طلعوا حاجات كتير من الموقع ده، كتير زي تماثيل كبيره وزي يعني اشياء معدنيه لكن جوديو اللي هو عالم الاثار الفرنسي قال ان اكتشاف سله من الفواكه كان شيء انكريدبل لا يصدق في هذا المكان تحت تحت المياه يعني this is because fruit does not usually last for very long at all لان الفواكه ما بتفضلش فتره طويله however although metal and stone statues are more valuable برغم ان التماثيل والاشياء المعدنيه بيبقى لها قيمه اكتر يعني في ان هي من ناحيه الثمن بتبقى اغلى everyday objects such as a fruit basket can often teach uh, archaeologists a lot more about people in history لكن سله كان فيها بعض الفواكه ده ممكن كان يعني يعلمنا كتير عن حياه الناس في ذلك الوقت اوكي okay? uh, في ذلك الوقت من التاريخ يعني For example, historians learned what the Romans ate after finding bread dating back to 79 AD. مثلاً الرومان، احنا عرفنا، المؤرخين عرفوا عن الرومان كانوا بياكلوا إيه، اه إن هم بعد ما لقوا الخبز اه اللي هو يرجع إلى سنة 79 AD بعد الميلاد. when the volcano Vesuvius erupted and covered the town of Herculaneum in rocks and ash. Uh, وده uh, لما ف... يعني ثار البركان uh, بتاع Vesuvius وغطى uh, مدينة Her Herculaneum بالصخور الاش الرماد البركاني. Similarly, archaeologists learned what people ate in Britain in around 2000 BC. Bardu, علماء الآثار عرفوا الناس كتبتوا الايه في بريطانيا في سنة 2000 قبل الميلاد after finding a spoon that had been buried with food on it. بعد ما اكتشفوا معلقة كان فيها بقايا طعام كانت مدفونة بجوار شخص واحد. Well, the basket at Tonus Heraculan was filled with grape seeds and the fruit of dome palm tree. السلة اللي احنا بنتكلم عنها في مدينة تونس هيراكلون البحرية اللي هي كانت مدينة ساحلية كانت السلة دي موجود فيها بذور العنب يعني الناس كانت بتاكل عنب وأيضا كان فيها البام تري اللي هو النوى بتاع التمر. أوكي؟ okay. Uh, they probably survived because they had been kept in an underground room والاشياء دي فضلت موجوده عشان كانت محفوظه في غرفه تحت الايه uh, تحت الارض يعني كانت متغطيه uh, لما غرق يعني غرقت المدينه والاشياء دي غرقت معاها تحت يعني in the next 10 years uh, a lot more of taurus Her Heraklion will have been discovered سيتم اكتشاف الكثير عن عن المدينة الساحلية ديت في خلال العشر سنوات القادمة. In fact, Godio claimed that only 3% of the site had been explored so far. Godio العالم الأثري بيقول إن 3% فقط من الموقع تم اكتشافه. Consequently, archaeologists will probably be finding many more inspiring objects in the future ومتوقع إن العلماء الآثار هيجدوا أشياء أكثر Uh, إلهاما وشيقة وذات قيمة أكتر في المستقبل. طيب نشوف كده الجزء ده الأسئلة يعني uh, اللي هي من أول 28. Yes. Build from the text. Find the expression uh, that means make it possible for someone. Okay. لما أقول make it possible for someone. إحنا قررنا من شوية اللي... لما قلنا open door for لما اقول نفتح الباب لكذا يعني معناه make it possible for someone تجعل هذا الشيء ممكن لهذا الشخص يبقى ايه الاجابه الصحيحه open doors for معناها make it possible for يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب السؤال 29 what is the main idea of the passage احنا قرينا دلوقتي اللي هو المدينه الساحليه المصريه اللي غمرت تحت الماء وغيره يبقى الـ الـ الفكرة بتاعتها an exciting discovery in Egypt اللي هي اكتشاف مثير في مصر اكتشفوا ان كان في مدينة ساحلية على البحر المتوسط وبعدين غرقت وبداوا يكتشفوا منها حاجات الى اخره يبقى an exciting discovery in Egypt يبقى بي الإجابة الصحيحة طيب السؤال 30 the underlined word erupted in the second paragraph is similar in meaning to كلمة erupted هي نفس معنى exploded يعني eruption معنى explosion انفجار ف erupted معنى exploded يعني انفجرت بنتكلم على البولكينو أو البركان اللي انفجر في المنطقة اللي كان بنتكلم عنها يبقى erupted هي نفس معنى exploded إيه طيب سؤال 31 ثونس uh, هيراكليون ملهبه was an ancient Egyptian port city. كانت مدينه مصريه ساحليه على ساحل البحر المتوسط. يبقى اذا سي الاجابه الصحيحه، ده وفقا لما ورد في النص اللي احنا قريناه. يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال 32: The basket discovered in the site of Thonis Heracleion were filled with fruit dating back to كان موجود فيها فواكه ترجع إلى إيه؟ 4 century BC يبقى دي اللي هو القرن الرابع قبل الميلاد. طبعا العنب مش لسه موجود البذر بتاعه والنوى بتاع التمر فكانوا معروف بقى عرفوا الناس كانت بتاكل هذين النوعين اللي هو العنب والتمر. اوكي؟ يعني ما فيش عنب وتمر هيفضلوا من القرن الرابع قبل الميلاد لحد دلوقتي ما يحصل لهمش حاجه، لا هو اللي فضل النوى بتاع التمر والبذر بتاع العنب زي ما هو قال في القطعة ذا جريب سيدز أو ذا سيدز أوف ذا جريبس اللي هي بذر العنب وقال برضو ذا بيتس أو حاجة أوف ذا ديت أو ذا دوم أوف ذا بام تري ذا ديت بام تري يبقى النوى بتاع التمر يعني يبقى إذا دي الإجابة دي اللي هو منذ القرن الرابع قبل الميلاد طيب سؤال 33 Historians learned what the Romans ate due to finding dating back to, 79 AD. برضو في في موضوع آخر المؤرخين عرفوا الرومان كانوا بيأكلوا إيه لما لقوا بريد الودي الخبز يعني كان يرجع للقرن للسنة 79 بعد الميلاد. AD معناها بعد الميلاد يبقى 79 سنة 79 يعني. طيب uh, السؤال بقى 34 according to the article بيقول وفقا للقطعه اللي احنا قريناها which of the following is incorrect ايه جمله تعتبر غير صحيحه بالنسبه للي احنا قريناها يبقى B. there was bread in the basket at thonis heraclius السله اللي, اللي لقوها في مدينه uh, uh, طنا هيراكليون المصريه اللي هي الساحليه كان موجود الخبز ده غير صحيح ده اللي وجدوه في المدينه المصريه دي كان موجود بذر العنب زي ما قلنا ذا سيدز اوف جريبس وكان في كمان ذا دوم اوف ذا ديتس او ذا بيتس اوف ذا ديتس اللي هي البذر بتاع الديتس البل... التمر او البلح يعني اوكي يبقى اذا uh, الجمله الغير صحيحه اللي هي احنا قلناها دلوقتي اللي هي بي طيب إذا ده الإجابة اللي هو عايزها بي طيب 35 the underlined word this in the second paragraph refers to لما نرجع لل second paragraph هنلاقي إن uh, this بتعود إلي the astonishing discovery of the basket of fruits لما قال هم وجدوا سلة فواكه في الموقع المدينة المصرية الساحلية ديت من القرن الرابع قبل الميلاد ولقوا ان في البذر والبتاع اللي احنا قلناه دلوقتي. يبقى ذس دي عايد على ال... الاكتشاف المهم ده اللي هو الباسكت او السله اللي كان فيها بقايا هذه الفواكه. تمام؟ يبقى اذا آ... ايه الاجابه الصحيحه. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الريدنج، نشوف مع بعض الجزء بتاع الترانزليشن ونشوف اللي هو ترجمه 36 من Arabic تو انجلش. تهتم وزارة التربية والتعليم بتنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار لديهم ليكونوا قادرين على مواكبة التقدم العلمي في كل أنحاء العالم ويساهموا في مشروعات التنمية في بلدهم. هلاقي إن دي the ministry of education اللي هي وزارة التربية والتعليم is interested in developing students' skills اللي هي مهتمة بتنمية مهارات الطلاب and enhancing their spirit. وتعزيز روح الابتكار، الابتكار اللي هو بقى Spirit of Innovation، Innovation اللي هو الابتكار، uh, so that they can keep base with, keep base with يعني يبقوا في مواكبات، uh, scientific progress, التقدم العلمي all over the world and contribute to developing plans, uh, development plans in their country, ويساهموا في مشروعات التنميه uh, in their country, في بلدهم. Okay? Yes. اوكي ديفلوبمنت بلانز او بروجكتس هي قريبه من بعضها يعني وعايز يقول خطط التنميه او مشروعات التنميه يبقى اذا دي افضل آه ترجمه للجزء اللي احنا قلناه طيب نشوف الجمله اللي هي 37 آه لا تشغل آه نفسك بانتقاد الاخرين بدون موضوعيه كن ايجابيا واعمل بجد وتقبل الاخر فلا احد بلا عيوب او بدون عيوب والمهم ان نتعلم من أخطاء. هنلاقي برضو ان دي Do not concern yourself with criticizing others. يعني ما تشغلش بالك بانتقاد الاخرين. Without objectivity يعني بدون موضوعي. Be positive كن ايجابي. Work hard and accept the other. اعمل بجديه وتقبل الاخر. No one is without flaws. ما فيش حد بدون عيوب. And the important thing is for us to learn from our mistakes. واهم حاجه ان احنا نتعلم من اخطائنا. لان الجميع يخطئ بس اهم شيء نتعلم من اخطاء طيب نشوف الجملة اللي بعد كده اللي هي 38 there are اترجع from English to Arabic there are a lot of jobs that can be done online these jobs vary according to the tasks required and suit a lot of people who are currently unemployed يبقى هنلاقي ان بي هناك الكثير من الوظائف التي يمكن القيام بها عبر الانترنت، لما اقول كان بي دان اونلاين يعني يمكن القيام بها عبر الانترنت. تختلف هذه الوظائف وفقا للمهام التي يتطلبها العمل يعني these jobs vary according to uh, the tasks required and suit a lot of people وبتناسب ناس كتير who are currently unemployed اللي هم لا يعملوا أو ليس لديهم عمل أو وظائف في الوقت الحالي يبقى بيه أقرب حاجة للجملة الأصلية طيب آخر جملة اللي هي uh, 39 production uh, must go uh, side by side with global quality we should increase and improve our local uh, products so that we can compete in the global market يبقى إذاً C لابد أن يسير الإنتاج اللي هو uh, production uh, uh, جنبًا إلى جنب مع الجودة العالمية اللي هي with global quality quality اللي هي معناها الجودة وبعدين بيقول وعلينا زيادة تصدير منتجاتنا المحلية we have uh, we should increase and improve our local uh, products uh, so that we can compete in the global market. لكي نصبح او ننافس في السوق العالمي إذن اذا سي افضل ترجمه للجمله الاصليه اللي جت بالانجلش تمام كده خلصنا الاختبار ان شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمه هنحل اختبارات اخرى من بوكلت جيم وبرضه هنعمل مراجعات يا جماعه على الجرامر اللي هي القواعد والقصه واجزاء اخرى من المنهج فتابعونا ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب